الامتحان الإلكتروني التجريبي للصف الأول الثانوي. في الفيديو ده هتكلم عن 5 تحذيرات علقت عليهم وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي اللي هيمتحنوا الامتحان التجريبي يوم 15/12 إن شاء الله. وكمان هتكلم عن حلول ال5 تحذيرات أو ال5 مشاكل اللي هتواجههم قبل وأثناء الامتحان. طبعا التحذيرات دي لازم الطلاب ياخدوا بالهم منهم عشان ما يقعوش فيها ان شاء الله. فتابع معايا الفيديو للاخر على قناتك التعليميه مستر مانويل. لو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس على كلمه كل عشان يوصلك كل حاجه. ولو انت مشترك دوس لايك وسيب تعليق لو انت عندك اي استفسار عن اي حاجه ان شاء الله. تابع معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. النقطة الأولى إن الامتحان بيفتح في الميعاد بتاعه، يعني هيفتح الامتحان الساعة 9 بالظبط، فأنت ما تحاولش تفتح قبل الميعاد بتاعه، ما يبقاش عندك توتر وقلق إن أنت عايز تفتح الامتحان قبل ميعاد. النقطة الثانية في بداية الامتحان بيكون في ضغط كبير على السيرفيس في أول دقيقة، فبلاش توتر وحاول مرة تانية. يعني في طلاب كتيرة بتتوتر لما الامتحان مش بيفتح معاهم، فبيقعدوا متوترين ويا مستر الامتحان ما فتحش، يا مستر الامتحان احنا قلقانين. لا، ما فيش أي قلق، هو بيبقى في ضغط أكيد على الساعة 9. كمان الإجابات بتتحفظ تلقائي، يعني وانت بتمتحن والامتحان خرج بدون قصد والوقت لسه منتهاش ممكن تدخل مرة تاني وتكمل إجابتك، مفيش أي مشاكل. بعد نهاية الإجابات بتضغط إنهاء وتأكيد، ولو الوقت خلص وإنت لسه في الامتحان وما ضغطتش إنهاء ما تقلقش، برضو إجاباتك هتكون محفوظة مفيش مشاكل، ده حل المشكلة دي. كمان لو إنت ضغطت إنهاء خد بالك من المشكلة دي، لو إنت ضغطت إنهاء خلاص مش هتعرف تدخل الامتحان تاني، يعني تاخد بالك من إن إنت ما تدوس على كلمة إنهاء. اما لو قفلت بدون انهاء تقدر تدخل الامتحان، تقدر تطلع له مرة تاني طالما ما عملتش انهاء ولسه باقي وقت يسمح لك. ودي اهم المشاكل وحلولها اللي ممكن تجاب لك. وبرضو ما انساش اقول لك ان الامتحان ده يا شباب امتحان تجريبي ما فيهوش قلق، بس لازم تجرب نفسك ولازم تمارس كل الافكار اللي هتجيلك في الامتحان. زي ما قلت لكم قناة تعليمية خدمية لكل الفئات، فيها كورسات لغة انجليزية ومعلومات انجليزية مفيدة. اشترك معايا وفعل جرس كلمة أول عشان يوصلك كل حاجة جديدة أول بأول. بالتوفيق لطلاب الصف الأول الثانوي.